بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الستير شوب دروينج للسلالم. اول حاجة بنبدأ نختار ليفل 1 عايزين نظهر ليفل 2 بروح عند اندرلي بختار البيز ليفل هو ليفل 1 واختار التوب ليفل هو ليفل 2 وهبص لفوق تمام بيظهر الخط ده تاني بختار البيز ليفل هو ليفل 1 والتوب هو الليفل 2 وهبص لفوق تمام برسم سلم بختار اي شكل يعجبني بس النهارده علشان الموضوع سهل ونختار الريلينج نبص بقى تمام 16 او 17 17 سلمة تمام نشوف كده 9 رايزر ريمينينج او 11 ريمينينج 8 او 11 ريمينينج 5 او 6 تمام ده بيقول لي عدد السلالم اللي انا هرسمها من الدور ده للدور ده تمام بنيجي عن ال 3 دي السلم جاي بالشكل ده طبعا طب انا اعمل ايه بقى نضغط على السلم ونعمل edit stair في حاجة اسمها flip flip براحتي بقى شمال يمين flip اي اتجاه انا عاوزه بقى تمام بس كده ده الدرس الاول علشان مش عايز اطول عليكم علشان يبقى الموضوع